السلام عليكم. لليوم الثاني على التوالي تستمر الحملة الأمنية التي أطلقتها السلطة المحلية وقوات الجيش في تعز لاستعادة مقرات الدولة التي تسيطر عليها السلطات المسلحة التابعة لأبو العباس. وقال مكتب المحافظ الدكتور أمين محمود إن الحملة هدفها السيطرة على مقرات الدولة في المنطقة الشرقية والمناطق التي يسيطر عليها المسلحون. وحتى الآن يرفض أبو العباس ومسلحوها الانصياع لقرارات الجيش والمحافظ بإخلاء مقرات الحكومة وتسليمها لوحدات الأمن التابعة لوزارة الداخلية. وقد قال أبو العباس في تسجيل صوتي أنه كان مستعدا للسماح لوحدات الجيش والأمن بالدخول إلى هذه المقرات تحت حماية وحداته العسكرية، أما بهذه الطريقة كما قال فإن هذا الأمر غير مقبول. منذ بداية قتل العديد من أفراد الجيش وكذلك قتل العديد من المدنيين في الشوارع، يجدر بالذكر أن العديد من العناصر المسلحة خارج القانون تنتشر في أسطح العديد من العمارات في شارع محمد علي وغيره من الشوارع، وتقصف مواقع الجيش بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة. إذا مشاهدينا الكرام، هل سينجح المحافظ والجيش في تعز في فرض هيبة الدولة واستعادة مؤسساتها؟ لماذا لم يخرج المحافظ حتى الآن ليوضح للناس حيثية ما يحدث؟ ومتى ستخرج تعز من بؤرة صراع ما قبل الدولة وتتجاوز الوضع الميليشاوي باتجاه تأسيس جيش وطني احترافي؟ وأخيرا، من سينتصر في معركة تعز، الدولة أم الميليشيا؟ أعزائنا المشاهدين، هذه الأسئلة وغيرها سنناقشها الليلة في حلقة المساء اليمني لهذا اليوم، ولكن دعونا بداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير. تعز تمضي نحو تخليص مؤسسات الدولة من سلطة الميليشيا المتطرفة. هذا عنوان اللحظة الراهنة في المدينة التي اكتوت بالميليشيا مرتين، مرة بفعل ميليشيا الحوثي الانقلابية وأخرى بفعل الميليشيا التي تشكلت داخل أطور المقاومة ولم تتصالح مع الدولة. بحسب متابعين فإن تعز على موعد مع مرحلة جديدة لحملة لها علاقة بحضور الدولة دون توقف عند حدود فصيل معين، وعلى جميع التيارات والفصائل التي عملت على شغر كل مساحة في المدينة غير خاضعة للدولة وقوانينها في المرحلة السابقة. ما يعرف بكتائب أبو العباس هي أكثر الكتائب التي تشكل إعاقة لحضور الدولة بحسب مراقبين، وقد بعثت مناشدة في بلاغ أمني حمل العديد من المضامين، من بينها مناشدة لتحكيم العقل قبل أن تفلت زمام الأمور وتخرج عن السيطرة، مؤكدة أن توجيهات المحافظ صريحة وبيانه واضح بأن الحملة الأمنية ليست موجهة ضد أبي العباس حد قول البلاغ والمناشدة. الحملة التي دشنتها السلطة المحلية في المحافظة مكونة من الجيش والأمن والشرطة العسكرية قوبلت بارتياح شعبي واسع في المدينة التي عانت كثيرا من الانفلات الأمني وتعطيل مؤسسات الدولة والسيطرة عليها وتحويلها إلى هياكل مشلولة. الحملة الأمنية والعسكرية لم تخلو من الاشتباكات وخلفت ضحايا في ظل تمنع الكيانات المسلحة في الجبهة الشرقية عن تسليم المؤسسات وإصرارها على أن تظل تلك المؤسسات تحت سيطرتها وخارج إطار الدولة، وهذا العمل تكريس للحالة التي تبقي تعز قطاعات مسلحة فارغة من الدولة. ما حدث في تعز بين قوات الأمن والجيش من جهة وبين كتائب أبو العباس من جهة ثانية وحد المواطنين على الصعيد السياسي والشعبي والذي يقف في صف الدولة ضد الخارجين على القانون. استمرار الاشتباكات في ظل الإرادة الواضحة من قبل السلطة المحلية على بسط نفوذ الدولة يشير لأن ثمة عصيانا مسلحا للدولة تقف خلفه كتائب أبو العباس، ما يعزز مخاطر سيطرة أي قوات خارج القانون على مؤسسات الدولة. إذا مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية الأستاذ فهمي محمد رئيس الدائرة الإعلامية بالحزب الاشتراكي بتعز. مساء الخير أستاذ فهمي. مساء النور. أهلا بك أستاذ فهمي. يعني حملة أمنية لاستعادة مؤسسات الدولة وفرض هيبتها أيضا في عموم المناطق، هل تعتقد أن هذا القرار جاء متأخرا؟ بلا شك أن يأتي هذا القرار متأخر، والناس كانت تنتظر كثيرا أن تتحرك السلطات المحلية والسلطات الأمنية لضبط حالة الانفلات الأمني الذي انتشر بشكل واسع ومخيف في هذه المحافظة. نعم. وبدرجة أن يصل إلى اغتيال من عامل في الصليب الأحمر الدولي على نطاق يعني على مستوى في وضح النهار.
هذا خلق حالة من الامتعاض الشعبي وفي كل الأطياف السياسية وهذا، وبالتالي يعني التحرك الآن هو تحرك يأتي في وقت انتظره الناس كثيرا، ولكنه يمشي في اتجاه صحيح. وأعتقد أن الأحزاب السياسية والمكونات الاجتماعية كلها تقف الآن خلف المحافظ من أجل استعادة سلطة الدولة ومن أجل فرض سلطة الدولة على مستوى المناطق المحررة في تعز. نعم، هل تعتقد أن السلطة المحلية التقطت هذا السخط الشعبي وتحركت مدفوعة بهذا المزاج الشعبي يعني السيطرة الأمنية؟ استمعت إلي أستاذ فهمي؟ بلا شك أنه التوجه هو للسيطرة الأمنية، هذا ما تقوله الواقع. يعني تعز المعروف عنها أنها تعيش حالة من الانقسام وحالة من الثنائية في تركيبة السلاح. يعني هناك جهة محسوبة على السلطة وهي جيش وشرطة وأمن، وهناك فصائل مقاومة ما زالت حتى الآن خارج نطاق هذه التركيبة العسكرية، بالإضافة إلى هناك مجاميع أخرى ما زالت مسيطرة على مناطق متعددة في المدينة وتحكمها خارج سيطرة الدولة والسلطة المحلية. وبالتالي حالة الانفلات الأمني والرخاوة الأمنية التي تعيشها محافظة تعز، ويعني فرضت على المعنيين في الأمر أن يتحركوا لاستعادة سلطة الدولة وفرض الجانب الأمني على مستوى المنطقة المحررة في تعز بشكل عام. نعم. من حيث المضمون ومن حيث الشكل ومن حيث الظاهر توجه سليم وصائب، وبالتالي يجب أن يقف الناس إلى جانبه. ووقف كل الأحزاب الآن، أصدرت التحالف السياسي بيانا لها تقف وتأيد ما خطوات المحافظ، وبالتالي هو خطوة في الاتجاه الصحيح يجب أن يستمر مع احتواء كل المشكلات وكل هذا. وإذا كان هناك اعتراضات من سين أو صاد من فصائل المقاومة يجب أن تطرح وتناقش ويسمع الكل. نعم، ويخرجوا من هذا المأزق اللي الآن يتكون. نعم، سنتحدث عن هذه الإشكالات أستاذ فهمي، ولكن قبل ذلك يعني في أحد مقالاتك تحدثت عن المقاومة كفصيل مسلح وهو خيار يعني إجباري، ولكنك تحدثت أنه يعني هناك افتراض أنهم انضموا إلى الجيش، وكان هناك ترحيب شديد بضم المقاومة للجيش، ولكن يعني عبارة يعني لفتت انتباهي أنك قلت أنها نعم انضمت إلى الجيش ولكن لأجل الراتب، أما عمليا هي مستقلة تماما. ما مدى يعني لو فصلت لي في هذا القول؟ بالإمكان توجز السؤال أو تعيد السؤال لأنه الصوت مش واضح. نعم، يعني تحدثت في أحد مقالاتك أن المقاومة أو جزء منها الذي انضم إلى الجيش والذي تم الترحيب به انضمت فقط لأجل الراتب، يعني هي مسجلة في الجيش تستلم فقط راتب. هل وضحت لي هذه الصورة؟ ما الذي يحدث يعني فعليا؟ هو ليس بالمضمون أنه من أجل الراتب. أنا قلت في مقالي بأنه الجيش في تعز يعاني من ثنائية. هناك جيش يطلق عليه الجيش الوطني، نعم، اللي هو مكون من الشرطة والأمن وهذه الفصائل الخاضعة للسلطة المحلية، وهناك مكونات أخرى ما زالت حتى الآن ترفض أن تندمج في إطار هذا المكون العسكري. وصحيح مرقمة أرقام عسكرية، لكن هذا الأرقام هي لا بهدف ربطها في الراتب فقط على ما يبدو، لكنها إلى الآن ترفض أن تذوب في إطار مكونات عسكرية ولها قراءتها الخاصة. لماذا برأيك؟ القيادات التي تخضع لها يعني. نعم، لماذا ترفض هذه المجاميع المسلحة أن تندمج مع الجيش؟ يعني وقد تحدثنا ربما سابقا في إحدى الحلقات أنها يفترض أن تكون تابعة للواء 35، ولكن لا استجابة حتى الآن. ما الدوافع ذلك؟ بالنسبة لهذه النقطة، هي نقطة جوهرية وتأخذ أكثر من بعد. أولاً لأن الانقسام هو ليس عسكري فقط، لكنه انقسام حتى على مستوى الفكر ومستوى النظرة لمسألة الثورة يعني. نعم.
الثورة يعني عندما قام الانقلاب وتمددت القوات إلى تعز القوات الانقلابية وحصل مقاومة شعبية من كل الفصائل، هناك نظرات متعددة لمسألة المشهد المقاوم في تعز. هناك من يقاتل تحت يافطة هناك ثورة ومخرجة حوار وشرعية، وهناك قتال تحت عناوين أخرى من ضمنها أن هؤلاء مشكوك ناس في صحة إسلامهم حتى، وبالتالي هذا تنعكس على مستوى تكتلات وعلى مستوى تفكيرات المعنيين في هذا الأمر، إضافة إلى أنه هناك توجهات أو جندة ربما مرتبطة في مسألة التحالف أو الدعم يريد أن يخلق تركيبة كهذه لأغراض لسيناريوهات مستقبلية. الحاصل في الأمر بأنه واقعيا تقول بأنه لم تدمج، رغم إعلان القيادة العسكرية بأنه سابقا تم دمج الفصائل، إلا أن هذا الدمج لم يصل إلى مرحلة ذوبان هذه الفصائل في إطار التكتل، في إطار الجيش القائم الآن. يعني نعم، ألا تعتقد أن يعني دمجهم في الجيش هو حماية لهم أساسا، خاصة أن بعض قادتهم يعني ربما شملوا ب يعني تقرير لجنة العقوبات؟ هو في إشكال آخر هو ينظر إليه. يعني هذه يعني إذا انطلقنا وقرأنا أو مثلا تفكير أبو العباس مثلا، أنا هكذا أقرأ ما يقول، يعني أبو العباس يرى بأنه الجيش أو الأمن أو الشرطة هي تخضع لسيطرة حزب سياسي معين اللي هو حزب الإصلاح مثلا، ويرى بأنه هذه السيطرة من هذا الحزب يجعل أن الجيش كجيش وطني مفرغ من مضمونه، أي بما أنه ما زال ينظر بأنه رغم الصراع القائم بأنه هناك استحواذ من قبل الإصلاح، وبالتالي من مصلحته يرى بأنه يظل هذا التكتل قائم وفي دعم حتى في مرحلة سابقة من أطراف سياسية بهذا التوجه، وهم ينظرون بأن هناك استحواذ على هيكلية الجيش، استحواذ على مفاصل الجيش بشكل عام، وبالتالي ربما هم ينظروا بأنه بقى هذه الهيكليات بعيدا لمرحلة قادمة يتم فيها التوافق على هيكلية بشكل عام ويكون الناس متكافئين في مسألة دمج الجيش. نعم، إذا يعني أقرأ من هذه الناحية لنقرأ فكرتهم أكثر. أستاذ فهمي، ينضم معنا عبر الهاتف السيد محمد نجيب رئيس عملية كتائب أبو العباس. مساء الخير. مساء النور أخي، أهلا بك. يعني نود أن تشرح لنا صورة ما حدث منذ الأمس وحتى الآن من وجهة نظركم. والله سبق أن وضحنا سابقا يوم أمس وقلنا لكم سبب المشاكل التي أثيرت يوم أمس واليوم، والتي نتج عنها الخطأ نعتقد أنه غير مقصود من قبل القيادة السياسية والعسكرية بالمحافظة، والتي تمثلت بقيام بعض الأطقم بمداهمة المقرات التي نحن نتواجد فيها وحررناها من الميليشيات الانقلابية دون سابق إنذار أو إشعار إلينا، مع العلم أننا مسبقا قد اتجهنا إلى هذه المنشآت الحكومية برفقة مدراء الوحدات الأمنية والوحدات العسكرية، مدير أمن المحافظة ومدير الأمن السياسي ومدير الاستخبارات وقائد الشرطة العسكرية وقائد اللواء 22 ميكا، وبرفقتي أنا شخصيا رئيس عمليات كتاب أبو العباس اللواء 35 مدرع، اتجهنا إلى هذه المنشآت الحكومية وزرنا جميع المناطق المجاورة لها ووضعنا تقييم لإصلاح وترميم هذه المباني بإعادة الوحدات إليها، واتفقنا بمحاضر رسمية أنه سيتم تسليمها للإدارات الخاصة للإدارات والكوادر العسكرية التابعة لهم، وعلى هذا تم الاتفاق. إلا أننا تفاجأنا يوم أمس بما حدث، أنهم باغتوا أطقم مذهولة تقوم بصدم الحواجز ودخول هذه المنشآت التي حافظنا عليها وعلى الوثائق التي داخلها وهي أمانة عندنا، وكان الأقدر بهم أن يشعرون بالحضور لاستكمال عمليات الاستلام والتسليم
بحضور قنوات التلفزيون، بحضور الإعلام والتوثيق الرسمي، وهذا حق لنا شخص يعني وقيادة وكقيادة تابعة للواء 35 درة. أقل شيء عرفانا وجميلا بالشهداء الذين ضحينا بهم لتحرير هذه المناطق من الميليشيات الانقلابية. نعم، إذا أستاذ نجيب محمد ابقى معنا، سينضم معنا الآن العقيد عبد الباسط البحر المتحدث باسم الجيش الوطني في تعز. مساء الخير سيادة العقيد. مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين وعلى ضيف الكريم. نعم، قبل أن أسألك عن سير الحملة وإلى أين وصلت، أود أن تجيب يعني يتحدث الأستاذ محمد نجيب وهو رئيس عملية كتائب أبو العباس عن مداهمة للمقرات وعدم إشعار لهم من قبل اللجنة الأمنية، رغم أن هناك اتفاق يعني في محاضر أنه سيتم التسليم، ولكن يعني بإشعار الكتائب بهذا التسليم. لما تمت العملية بهذا الشكل المفاجئ ويعني الهجوم كما وصفها الأستاذ محمد؟ والله الحقيقة ما أعرف جيدا أن الأخ المحافظ رئيس اللجنة الأمنية هو من أمر بانتقال وحدات رمزية من القوات الأمنية والعسكرية إلى مقراتها الرسمية في هذا المربع العرضي، والوحدات قامت بتنفيذ الأمر الموجه إليها بحسب الأوامر وانتقلت إلى هذه المباني والمقرات الحكومية وبدأت ممارسة أعمالها من هذه المقرات الرسمية. وإذا كان يعني هناك أي اعتراض على الطريقة أو كذا فهذه الأمور يراجع بها الأخ المحافظ واللجنة الأمنية، ويعني لا تستدعي استخدام السلاح وأيضا يعني الدماء التي سالت من سواء من الطرفين أو من المواطنين أو غيرهم إذا كان هناك أي تجاوز أو في تحفظات على بعض الإجراءات. فالعقل والمنطق يقول أن هناك سلطة شرعية وهناك الأخ محافظ المحافظة الذي يعتبر أعلى هرم السلطة في المحافظة والرجل الأول في المحافظة، وأعتقد هو محل إجماع يعني عند كثير من المكونات في تعز، وبالتالي يتم مناقشة هذه الأمور بهدوء ويعني بدون إطلاق النار وبدون المواجهات والدخول في يعني الحسم العسكري أو يعني المواجهة العسكرية مع القوات الحكومية ومع القوات الأمنية والعسكرية. نعم أستاذ محمد، يعني قد يكون لم يعجبكم تصرف الجيش أو اللجنة الأمنية من وجهة نظركم، ولكن أنت يعني في خضم حديثك قلت أنكم جزء من هذا الجيش، لما لا تنضون تحت هذا الجيش ويعني تستمعون للأوامر وللإجراءات التي تتخذ، وإن كان هناك تعسفا في هذه الأوامر تستطيعون التظلم ورفع الإشكالية لمن هم أعلى، يعني لما يعني هناك استماتة في مواجهة الجيش بالسلاح، يعني ألا يعني تحزوا في النفس أنتم جزء من هذا الجيش والذي قدمتم الدماء ضد الحوثيين أن يعني تسال الدماء لأجل مقرات وما إلى ذلك؟ والله صحيح هذا، نحن أولا جزء لا يتجزأ من هذه الدولة، ونحن أول من يطالب بفرض وبسط الأمن والاستقرار داخل المدينة. أما بالنسبة لما تصفوه أنه استماتة لهذه المواقع، كما يعلم الجميع حاليا كما يشاع وكما يصدر من الأذواق الغير مقبولة لدى الشعب والمواطنين أن اللجنة الأمنية قامت بتحرير المناطق هذه من أيادي الإرهابيين وتنظيم الدولة داعش حسب قولهم حسب ما يروجون له، مع العلم أننا نحن شخصيا كما أعيد وأكرر ونسيت أن أذكر الأخ عبد الباسط الضحي سابقا كان معنا ضمن اللجنة التي زارت هذه المناطق وحضور الأخوة الذي ذكرتهم سابقا، وزرنا هذه المناطق وهي باستلامنا، وتم عرض الملفات الخاصة بضباط وكوادر إدارة أمن المحافظة المرمية على الغرف والمكاتب كما هي، لا زالت كما هي حتى اللحظة،
جميل. فكيف لا تريدون منا الحفاظ على هذا الشيء ونحن من حافظ نعم. عليه؟ لما يعد إنجازكم الأوحد أستاذ محمد؟ يعني أنتم جزء من منظومة، يعني من حرر نقطة معينة أو مساحة معينة لا يعني أن له الحق في أن يبسط عليها نفوذة. يعني في نهاية الأمر الدولة تريد أن تستلم هذه المقرات فلتستلمها، يعني لما بالضرورة أن نضع العقدة في المنشار ونحن من حررناها وهي تحت يدنا وتحت إشرافنا ونظل نحن من نحميها؟ يعني ألا يفترض أن تكونوا أنتم جزء، يعني أنت تتحدث وتكرر نفس الجملة أنكم جزء من هذه المنظومة وهذا شيء جميل يعني، ولكن كيف تكونون جزء منه ولا تطبقون؟ يعني أنتم جزء منه في الحديث فقط ولكن التطبيق على أرض الواقع لا، تشيرون أسلحتكم أمام الكل الذي أنتم جزء منه. كل ما في الأمر أننا نطالب باستلام وتسليم الرسمي فقط لا أكثر. نريد أن نظهر للإعلام والقنوات التلفزيونية والجميع الحاضر والغائب أن يرى أن الوحدات الأمنية والعسكرية استلمت هذه المقرات من كتائب العقيد عادل عبد الصارع أبو العباس اللواء 35 مدرع لا أكثر. نعم إذا نعم اسمح لي ابقى معنا، أعود للعقيد نعم أعود للعقيد عبد الباسط البحر. سيادة العقيد، يعني كانت المسألة أبسط من ذلك، يعني هم يريدون استلام وتسليم، يريدون أن يقولوا للناس الذين ضجوهم بالحديث والاتهامات وما إلى ذلك نحن هؤلاء نسلم ما تحت أيدينا للدولة وكما ترونها غير منهوبة وكما هي كما استلمناها وما إلى ذلك. لما لم تتح لهم هذه الفرصة وبالضرورة أن تحدث هذه المواجهة؟ لما يعني هناك استنفار أو استفزاز للآخر بهذه الطرق؟ أولا على المستوى الشخصي أنا أشكر الأخ محمد نديب، هذا من الرجال الصادقين ومن المجاهدين منذ بداية الأحداث، وأؤكد هنا أؤكدنا لسنا ضد أحد، وهذا يعني كلام مؤكد قاله الأخ المحافظ رئيس اللجنة الأمنية، ونقوله نحن ويقوله الجميع لسنا ضد أحد ولا يعني اختلاف مع أحد، نحن مع عودة الدولة لممارسة مهامها من المقرات الرئيسية، أن تتواجد المؤسسات الأمنية والمؤسسات العسكرية في كل المربعات في المدينة، أن يتم الانتشار الأمني وأن يعني تبقى المدينة آمنة ومسالمة وأن تخف شدة العمليات الجرائم والاغتيالات وغيرها، وأن يتعاون الجميع وأن يتضامن الجميع وأن يتضافر الجميع في الوقوف أمام العدو المشترك الذي خرجنا جميعا من أجل القضاء عليه بنيات صادقة، وأن يكون هناك هدف مشترك للجميع، وأن يعذر بعضنا بعضا وأن يتحمل بعضنا بعضا، وأن نلجأ إلى حل أي خلافات أو أمور قد تحصل بالإطار الصيني وتحت إطار المشروعية وتحت إطار مؤسسات الدولة والمسؤولين في الدولة، هذا هو المطلوب من الجميع. لا يمكن اليوم أن أقول أنا مع الدولة وأنا جزء من الدولة ولا أحتمر بأوامر من كلفتهم الدولة أو من أسندت إليهم المناصب العليا في المحافظة. لابد أن ما دام أنا مع الدولة أن ألتزم بالتراتبية العسكرية والأمنية والمدنية، هناك شرطة محلية على رأسها نائب محافظ المحافظة، هناك شرطة عسكرية على رأسها الأخ خالد المحور، هناك شرطة أمنية على رأسها الأخ مدير الأمن، وبالتالي لابد أن نخضع جميعا لهذه، هذا هو البيان العملي لالتزامنا بالدولة، أن نخضع جميعنا للقرارات وننفذ الإجراءات المتخذة من هذه المؤسسات. ذكرت لك سابقا إذا يوجد أي إشكالية أو تحفظ على أي إجراء ينبغي أن يناقش مع الأخ المحافظ ومع اللجنة الأمنية وأن تحل المسائل على طاولة الحوار وفي ضوء التهدئة ووقف إطلاق النار، لكن لا يتم معالجة الخطأ بما هو أخطأ أو أبدح من هذا إذا تجاوزنا مثلا، لكن في الأخير القوات الأمنية والعسكرية هي تنفذ أوامر
وصانع القرار، وليست القوات العسكريه والامنيه هي صاحبه القرار، هي جهه منفذه، وصاحب القرار قد يكون لديه من المعلومات او لديه من الحيثيات ما لا نعلمه نحن، وهو مطلع على حيثيات الامور اكثر، وبالتالي العوده اليه والعوده الى السلطات الرسميه، وان نخضع جميعا للسلطات الرسميه مهما كانت، ونبتعد عن الاهواء الشخصيه او النتيجه الشخصيه. إذن يعني كما يعني تابعنا نجد أنكما أو الطرفان جميعا يودون مصلحة تعز وأمن تعز، نتمنى فقط تحكيم العقل أكثر ومصلحة تعز فوق كل ذلك وعدم إراقة الدماء من قبل الإخوة كما تفضلت سيادة العقيد. شكرا جزيلا لكما الأستاذ محمد نجيب رئيس عملية كتاب أبو العباس، والأستاذ العقيد عبد الباسط البحر المتحدث باسم الجيش الوطني في تعز، كنتم معنا في هذه الحلقة، شكرا لكما. الأستاذ فهمي وكذلك السادة المشاهدين، اسمحوا لنا فقط بالذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ فهمي. أستاذ فهمي، سمعت لحديث الأستاذ محمد نجيب وكذلك العقيد عبد الباسط البحر، يعني حين ننظر للأمر من الخارج نجد أن إشكالات بسيطة هي تعد يعني عبارة عن يعني أمور شكلية أكثر من أنها جوهرية، أن يعني صح قولهما. هل تعتقد يعني أن المشكلة فقط هي عدم التفاهم فعليا على مثل هذه الأمور، أم أن هناك أمور أعمق ولكنها أو لا يودون لها الظهور؟ أنا أعتقد أنه هذا وذاك موجود يعني، لكن ما طرح من قبل الطرف الآخر اللي هو أبو العباس بأنه لم يتم استشارته في هذا الموضوع، أو لم يتم التنسيق معه، أو تم التعامل معهم بشيء من الاقتحام وكأنهم جماعات إرهابية أو ما إلى ذلك، هو بغض يعني ممكن يكون في هذا القول شيء من الوجاهة، لكن بالطرف الآخر هناك معلومات تقول بأن المحافظ كان أو اللجنة الأمنية كانت تقصد هذا الكلام ليس بغرض استفزاز أبو العباس بقدر ما هو الوصول إلى عناصر أمنية، وكانت العملية تحتاج إلى نوع من التحفظ للوصول إلى هذه العناصر، ليس المستهدف أبو العباس ككيان أو كجماعة، لأن أبو العباس الكل مجمع أنه موجود كمكون في صفوف المقاومة ويتعاطوا معه السلطة أو المجتمع باعتباره أحد الفصائل الموجودة والقائمة والمشروعة في الواقع أصلا، بغض النظر عن ما توصيفات هنا أو هناك، لكن الشيء الذي يجب أن يدركه الكل والجميع بأنه لن تستقر الحياة الطبيعية والمدنية في تعز إلا إذا تمت السيطرة على كامل الأرض المحررة في تعز، وعلى بسط سيطرة الدولة على كل المناطق وكل الحارات، ووجود سلطة واحدة موحدة عسكريا وإداريا وأمنيا. إذا بقت هذه الفسيفساء في مناطق معينة وكل حاجة، بأن حياة الناس وحياة المواطن ستكون بكف عفريت في يوم من الأوقات لا. نعم، إذن يعني هذه الاستماتة في السيطرة على المناطق، وتحدث معنا الأستاذ محمد نجيب أن الفكرة كانت مجرد استلام وتسليم، هل الأمر بهذه البساطة وفوتها الحملة الأمنية أو يعني المحافظ، أن المسألة كانت عبارة عن يعلن للناس أن أبو العباس سلم يعني المقرات التي لديه؟ هو لم يتم تسليم من أبو العباس إلى الآن،
نعم. يعني ما حصل انه تحركت تحرك المحور والامن والشرطه بناء على توجيهات المحافظه الموثقه عن اللجنه الامنيه، وتوقفوا هذه الجهات العسكريه المعنيه وسيطرت على المناطق التي طلبت منه السيطره عليها، وبعد ذلك تم الاشتباك والمواجهات. ومبرر زي ابو العباس ما طرح، هذا هو الذي طرح مبررات من ابو العباس، انه لم يتم استشارتنا ولم يتم التعامل معنا والتعاطي معنا، او تعامل معنا وكان احنا خارج سيطره خارج القانون وخارج او كان احنا قتله كما قال بالفيديو. وبالتالي انا اعتقد بانه هذه الاشكاليات اذا وقف امامها فمن السهوله حلها، لكن إذا لم يقف المشهد عند حد معين فهذا يعني أنه أن هذه المبررات هي عبارة عن فقط تسويق إعلامي، وبالتالي بأنه الكل متمترس أو أن هذه الجهات ترفض أن تسلم أو أن تؤمن بوجود سلطة واحدة ودولة واحدة. نعم، إذا ما هي موقف الأحزاب السياسية من الحملة بحسب متابعتك؟ الأحزاب السياسية حسمت موقفها في هذا الجانب، كل الأحزاب السياسية، التحالف السياسي اليوم أصدر بياناً أيد فيه الخطوات التي اتخذها المحافظ، وقال ببيانه بأنه مع الحملة الأمنية ومع ما اتخذه المحافظ من إجراءات في سبيل بسط سلطة الدولة وخضع كل المناطق في تعز لسيطرة السلطة المحلية والسلطة والجهات المختصة. التحالف السياسي الأحزاب السياسية بشكل عام حسمت موقفها في بيان اليوم وفي لقائها مع المحافظ بأنها تدعم خطوات المحافظ في هذا الاتجاه. نعم، يعني هل لديك أي معلومات حول الاجتماع الذي جرى أو نتائج الاجتماع بين المحافظ والأحزاب السياسية؟ الاجتماع هو كان بدعوة من المحافظ. نعم. وأعتقد بأن الدعوة كانت نتيجة لأنه الوضع خرج عن السيطرة إلى حد ما، يعني كان المتوقع أن يتم عملية تحرك سريع واحتواء هذه المناطق من قبل الحملة الأمنية أو هكذا كان المطروح، لكن حصل أنه الموقف تحول إلى مشهد آخر ومشهد صدامي، وبالتالي المحافظ كان حصيفا بأن أصدر أوامر بتوقيف التحرك وعلى أساس أنه يتم حقن الدماء ويتم التوصل إلى تسوية من قاعدة انطلاق بأنه الدولة هي الحل والسلطة، وذلك دعي الأحزاب السياسية المحافظ لتدارس هذا الوضع، والأحزاب السياسية حضرت اليوم واجتمعت مع المحافظ وأقرت في بيان أنها تقف مع سلطة الدولة ومع سيطرة الأجهزة الأمنية والعسكرية على كامل المناطق الموجودة في تعز. نعم، إذا يعني هل تعتقد أن هذه الأمور أو الإشكالات التي تحدث لها علاقة يعني بشكل أو بآخر بطارق أو بالإمارات؟ من الصعب أن نجزم في هذا التوجه ونحمل المسؤولية الإمارات. لا. أعتقد بأنه المسؤول الرئيسي عن ما يجري هي المكونات الداخلية لهذا الدول التحالف، والإمارات وهم في الأول والأخير سند للجميع، يعني تدعم السلطات المحلية وتدعم هذه الجماعات التي لم تندمج. أنا أعتقد بأنه قد يكون هناك توجهات أخرى مثلا موجودة، لكن ليست بالشكل الذي يجعلنا نحمل الإمارات أو التحالف كل ما يجري في تعز. أنا أعتقد بأنه التركيب التنظيمي لهذه الجماعات هو يفرض هذه الإشكاليات الحقيقية والواقعية في الواقع. نعم. إذن برأيك لماذا ليس هناك دعم كبير أو دعم عسكري يعني من قبل المنطقة الرابعة أركان الجيش لتعزيز هذه الحملة؟ نعم، لماذا لا يوجد دعم عسكري من قبل المنطقة الرابعة أو حتى أركان الجيش في تعز لمثل هذه الحملة؟
هو القرار كان القرار الصادر من المحافظ كان واضح، تكليف قيادة المحور والشرطة والأمن بالتوجه إلى مقراتهم القديمة. القرار خاطب الجهات المعنية وحددها تحديدا يعني، وبالتالي تحركوا بموجب هذه التوجهات. أنا أعتقد أنه لا لزوم للدعم، لأن هذه القيادات أو هذه نعم، المؤسسات تملك من الدعم العسكري والمالي ما يمكنها من التحرك. نعم. إذا اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا النقيب أسامة الشرعبي المتحدث باسم شرطة تعز. مساء الخير سيادة النقيب. أهلا وسهلا، نسأل الله مساءكم. أهلا بك. أين وصلت الحملة الأمنية حتى الآن؟ ضعنا في تفاصيلها لو سمحت. الحملة الأمنية والعملية الأمنية التي تمت يوم أمس هي في الأماكن المحددة لها بحسب نعم أستاذ أسامة. الحملة الأمنية، ألو، نعم أسمعك الآن. العملية الأمنية والحملة الأمنية هي في مكانها المحدد في الخطة والتوجيهات الصادرة عن محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية الدكتور أمين محمود. هي في أماكنها في مواقعها وتتعامل مع كل الإشكالات التي تطرأ بين حين وآخر. نعم. مثل هذه الإشكالات التي واجهتكم، خاصة يعني رفض أبو العباس واستماتته ونشق النصط أيضا في أسطح المباني، يعني هل فشلت التفاهمات السلمية في تفكيك مثل هذا الوضع؟ والله هذا عمل مؤسف، وكان أقول لك صراحة كان غير متوقع. نعم. أن لكن الجهود مستمرة والوساطة قائمة، وهناك يعني بوادر تهدئة تلوح في الأفق إن شاء الله. إن شاء الله. هناك مراقبون سيادة النقيب يعني وناشطون أيضا يحذرون من خطورة إيقاف هذه الحملة وانتصار أبو العباس، يعني خاصة إذا لم ينكسر ويسلم المقرات التي لديه. هل هناك إدراك لمثل هذه المسائل؟ يا أختي العزيزة، يجب أن تفهمي ويفهم الإخوة المشاهدون جميعا أن هذه لم تكن ارتجالا ولا اعتباطا ولا عشواء ولا يعني تلبية لرغبة طرف على طرف. هذه توجهات دولة مدعومة من قيادة السلطة المحلية ومن رئاسة الجمهورية ممثلة بفخامة الأخ رئيس الجمهورية عبد الرب. تفعيل المؤسسات داخل الدولة، أنا أؤكد وأطمن الجميع لا تراجع، الموقف واضح من قبل سيادة محافظ المحافظة ومدير عام الشرطة أنه لا تراجع، والخطوة اتخذت وفق قرار مجمع عليه في اللجنة الأمنية التي الممثلة فيها كل الألوية. نعم، يعني لا استثناء لأي لواء، لا استثناء لأي منطقة غير يعني إلا وستبسط عليها سيطرة الدولة. نعم، هذه الخطوة الأولى استدعتها ظروف المرحلة والتطورات الأمنية الخطيرة التي حدثت في الفترة الأخيرة، هي استدعت سرعة تنفيذ هذا القرار، والقرار هذا سيسري على الجميع وستخضع له جميع الفصائل وجميع المكونات وجميع الجهات. يجب أن تسلم للدولة ويجب أن يطبع الوضع في محافظة تعز. تعز هي دولة المؤسسات ولن تكون غير ذلك مهما حاول آخرون. نعم. تعز خرجت وناظرت وضحت لثلاث سنوات من أجل مشروع الجمهورية واستعادة مؤسسات الدولة من أيادي الانقلاب، ولن تقبل أبدا بانقلاب آخر بأي ثوب من الأثواب أو بأي شكل من الأشكال. نعم، إذا شكرا جزيلا لك النقيب أسامة الشرعبي المتحدث باسم شرطة تعز. عودة إليك أستاذ فهمي. أستاذ فهمي، هناك من يتحدث عن أن مثل هذه الأحداث يستغلها الحوثيون خصوصا القتال الداخلي، وربما أيضا يجعلهم يتقدمون في بعض المناطق، ما يحصل يعني وأن ما يحصل هو في صالحهم فقط. هل تؤيد مثل هذا القول؟
لا شك أي اقتتال أو أي مواجهات مسلحة بين فرقاء المقاومة سيصب يعني تلقائيا في مصلحة القوى الأخرى، أن يتقاتل المكونات في تعز بينها وبين، ويتم إطلاق السلاح في صدور بعض، هذا لن يجد أحدا يستفيد منه سوى القوى الأخرى التي تحاصر تعز وتريد أن ترسم صورة للمجتمع الدولي بأن هذا هو النموذج الذي الفاشل أو الذي يطرح أو الذي يصور في الاتجاه الآخر. منطقيا أنه أي اقتتال يعني ستخسر تعز وسيستفيد القوى الأخرى والقوى الانقلابية. نعم، إذن كيف تتابع الالتفاف الشعبي مع هذه الحملة الأمنية؟ نعلم يعني مدى مدنية مواطني تعز ومدى حاجتهم لعودة الأمن واستتبابه وسيطرة الدولة على جميع المفاصل. أنا أعتقد بأنه لم يسبق أن حصل أي يعني توحد في الرؤية الشعبية كما حصل هو الآن، يعني كل المكونات الشعبية وكل الأحزاب السياسية وكل المكونات يعني تقف مع هذه الخطوة. لا يوجد أحدا في تعز مواطن أو تكتل سياسي أو حزب يرفض مسألة أن تخضع كل الجغرافية المحررة في تعز سلطة واحدة، سلطة مسؤولة تخاطبك باسم الدولة بمنطقة الدولة، هذا هو. فأعتقد أن كل المكونات السياسية تبدأ يعني واقفة الآن ومتفائلة، ولكن تتخوف من أن يتم تدحرج الموقف إلى مواجهات واشتباكات. ما يجب أن يفهمه جميع الأطراف بأنه المزاج العام والمزاج الشعبي هو مع وجود دولة ومع وجود سلطة موحدة ومع استتباب الأمن، لأن الناس تعبت أمنيا وتعبت اقتصاديا وتعبت معيشيا، وبالتالي بأنه حتى الصورة النمطية التي تقدم اليوم على تعز تطرح صورة غير مشرفة، أن يصل المسألة إلى اغتيال موظف يقدم خدمات إنسانية في هذه الظروف التي تعاني تعز من الحصار ومن الضائقة الاقتصادية وما إلى ذلك، أن يصل الحال إلى اغتيال شخصيات تقدم خدمات، أعتقد أن هذا شيء مسيء، وأن الناس كلها الآن يهمها أن تبسط الدولة سيطرتها على هذه المناطق لكي تكون أقل شيء سلطة مسؤولة أمام الناس يعني. نعم، إذن شكرا جزيلا لك فهمي محمد، رئيس الدائرة الإعلامية بالحزب الاشتراكي بتعز، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من هناك. كما أشكر ضيوف الذين كانوا معنا في هذه الحلقة، السيد محمد نجيب رئيس عملية كتائب أبو العباس، والنقيب أسامة الشرعبي المتحدث باسم شرطة تعز، وكذلك العقيد عبد الباسط البحر المتحدث باسم الجيش الوطني في تعز، وجميعهم عبر الهاتف من تعز. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.